خرجنا بسلميتنا نطالب بحقوقنا والتزمنا بوصايا مرجعيتنا. قتل أبناؤنا على يد الأحزاب بعدما دسوا ذيولهم لتغيير مسار التظاهرات السلمية لينالوا منا بحجة المخربين. نحن لسنا بمخربين، بل خرجنا لطرد الفاسدين لإصلاح العراق بعدما عاتوا بالفساد. فإن كانت القوات الأمنية عاجزة عن حماية المتظاهرين فلسنا بعاجزين عن حماية أنفسنا. فقط الطائرات لا نمتلكها، لكن نحترم القانون، وإن لم يكن قانون في العراق لا نركع إلا لله. ومن هنا أوجه ندائي لكافة قبائل أمارة بن حسن وكافة قبائل العراق وقبائل النجف الغيارة أن يكونوا على هبة الاستعداد وأتم الجاهزية، فالوطن أغلى من أرواحنا ومن كل الانتماءات. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق حرا أبيا.